عند نهاية شهر رمضان بيكثر الجدل حول زكاة الفطر. ففي ناس يجدوها من السهل انهم يخرجوها نقدا، وفي بعض الائمه يقول لازم تخرج مغالب قوت الناس. فما الراي؟ بعض الائمه ايش؟ يقولوا بالاخير من غالب قوت اهل البلد. ايوه. قمحا او غزا او نعم نعم. لا شك ان الاولين مخطئون. الذين يقولون بجواز اخراج صدقة الفطر نقودا هم مخطئون، لانهم يخالفون نص حديث الرسول عليه السلام الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاع من شعير أو صاع من أقط، فعين الرسول عليه السلام هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه السلام ائتمارا بأمر ربه إليه، ليس نقودا، وإنما هو طعام مما يقتاته أهل البلد في ذلك الزمان. ومعنى هذا الحديث أن المقصود به ليس هو الترفيه عن الناس الفقراء والمساكين، يلبسوا الجديد والنظيف وإلى آخره، وإنما هو إغناؤهم من الطعام والشراب في ذاك اليوم وفيما يليه من الأيام بعد العيد. وحين أقول بعد العيد فإنما أعني أن يوم الفطر هو العيد، أما اليوم الثاني والثالث فليسوا من العيد في شيء إطلاقا. فعيد الفطر هو يوم واحد، وعيد الأضحى أربعة أيام. فالمقصود بفرض صدقة الفطر من هذا الطعام المعهود في تلك الأيام هو إغناء الفقراء والمساكين في اليوم الأول من عيد الفطر، ثم ما بعد ذلك من أيام طالت أو قصرت. فحينما يأتي إنسان ويقول لا نخرج القيمة، هذا أنفع للفقير، هذا يخطئ مرتين. المرة الأولى أنه خالف النص والقضية تعبدية، هذا أقل ما يقال. لكن الناحية الثانية خطيرة جدا، لأنها تعني أن الشارع الحكيم ألا وهو رب العالمين حينما أوحى إلى نبيه الكريم أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة، مش داري هو ولا عارف مصلحة الفقراء والمساكين كما عرف هؤلاء الذين يزعمون بأن إخراج القيمة أفضل. لو كان إخراج القيمة أفضل لكان هو الأصل، وكان الإطعام هو البدل، لأن الذي يملك النقود يعرف أن يتصرف بها حسب حاجته. إن كان بحاجة إلى طعام اشترى الطعام، إن كان بحاجة إلى شراب اشترى الشراب، إن كان بحاجة إلى ثياب اشترى ثياب. فلماذا عدل الشارع عن فرض القيمة أو فرض دراهم أو دنانير إلى فرض ما هو طعام؟ إذن له غاية، ولذلك حدد المفروض ألا وهو الطعام من هذه الأنواع المنصوصة في هذا الحديث وفي غيره. فانحراف بعض الناس عن تطبيق النص إلى البديل الذي هو النقد، هذا اتهام للشارع بأنه لم يحسن التشريع، لأن تشريعهن
أفضل وأنفع للفقير. هذا لو قصده كفر به، لكنهم لا يقصدون هذا الشيء، ولكنهم يغفلون فيتكلمون بكلام هو عين الخطأ. إذن لا يجوز إلا إخراج ما نص عليه الشارع الحكيم، وهو طعام على كل حال. وهنا ملاحظة لابد من ذكرها، لقد فرض الشارع أنواعا من هذه الأطعمة لأنها كانت هي المعروفة في عهد النبوة والرسالة، لكن اليوم وجدت أطعمة نابت مناب تلك الأطعمة. فاليوم لا يوجد من يأكل الشعير، بل ولا يوجد من يأكل القمح والحب، لأنه الحب يتطلب شيئا آخر، وهو أن يوجد هناك الطاحونة الجاروشة، ويتطلب أن يوجد مع الجاروشة تنور صغير أو كبير كما هو لا يزال موجودا في بعض القرى. فلما هذه الأطعمة أصبحت في حكم المتروك المهجور، فيجب حينئذ أن نخرج البديل من الطعام وليس النقود، لأننا حينما نخرج البديل من الطعام سرنا مع الشرع فيما شرع من أنواع الطعام المعروف في ذلك الزمان. أما حينما نقول نخرج البديل وهو النقود، ورد علينا أن الشارع الحكيم ما أحسن التشريع، لأننا نقطع جميعا على أن النقود هي أوسع استعمالا من نوعين الطعام. لكن لما رأينا الشارع الحكيم فرض طعاما ووجدنا هذا الطعام غير ماشي اليوم، حينئذ لازم نحط طعام بديله. بديله مثلا الرز، أي بيت يستغني عن أكل الرز؟ لا أحد، لا فقير ولا غني. إذا من طالع بدل القمح من طالع إيه؟ الرز، أو من طالع السكر مثلا، أو برغل، أو نحو ذلك مما هو طعام. يوجد في بعض الأحاديث الأقط، والأقط هو اللي بيسموه أنتم هنا الجميل، اللبن المجمد. نعم، ممكن الإنسان يطالع من هذا الطعام، لكن حقيقة بالنسبة لنا نحن في سوريا في العواصم مش معروف الجميل، لكن في كثير من القرى معروف. فإذا أخرج الإنسان جميدا لبعض الفقراء والمساكين ماشي الحال تماما، بس هذا يحتاج إلى شيء من المعرفة أنه هذا إنسان يستعمل جميل ولا لا. الذي أراه هو أنه يغلب استعماله. كذلك منصوص في بعض الأحاديث التمر، لكن أعتقد أن التمر في هذه البلاد لا يكثر استعماله كما يستعمل في السعودية مثلا، فهناك طعام مغذي وربما يعني يقيتهم ويغنيهم عن كثير من الأطعمة. المهم الواجب ابتداء وأصالة إخراج شيء من هذه الأنواع المنصوصة في نفس الحديث، ولا يخرج إلى طعام آخر كبديل عنه إلا إذا كان لا يوجد حوله فقراء ومساكين يأكلون من هذا الطعام الذي هو مثلا كما قلنا الأقط الجميد أو التمر. كذلك الزبيب مثلا، الزبيب عندنا يؤكل، لكن ما هو إيش؟ ما هو طعام اليوم يدخر ويقتاتون به. فالأحسن فيما نعتقد والله أعلم هو إخراج الأرز ونحو ذلك، مثل ما قلنا البرغل، وإيش هذا اللي الفريكي.
الافريقي، فهذه يعني اقوات ياكلها كل الطبقات من الناس. هذا جوابي عما سألت يا أخي.